الزمان الجاهلي، وذكرت هذا في معرض حديثي عن الزيارة التي زرتها لدبي. دبي بالمناسبة تصغير دبا، ودبا الدبا هو العتاب، العتاب من الجراد، وأحسب أنها سميت، توجد بلدة اسمها دبا، وهي كانت الميناء الكبير في الزمان الماضي، لأنه توجد في الناحية الشرقية من الخليج، في ذلك السقع من الأرض توجد فتحات في الأرض هي خلجان صغيرة تصل بالبحر الكبير. هذه الخلجان فيها ملجأ للسفن، السفن في ذلك الزمان هي السفن الشراعية الخشبية، وكانت تأوي إلى هذه الخلجان، فكانت دبا، فرضة دبا أو ميناء دبا، كانت دبا هذه فرضة كبيرة، فرضة معناها ميناء، فيها جزء مفروض، أصلا كلمة فرضة جاية من هذه الكلمة، كانت مستعملة في السودان. البصير يفرض، وقف شوية، قولوا لهم يا إخواننا أدونا نص ساعة بس وكسروا عني. سميت فرضة من كلمة فرضة، فرضة كانت مستعملة في اللغة عندنا في السودان، اللغة الدارجة هنا، قبل أن يعرف الناس المستشفيات الحديثة والجراحة الحديثة، كان البصير يفرض، معناها يجرح الجسم ليستخرج الشوكة، وأحيانا ليستخرج الخراج. فالفرض هو القطع، وجاءت بمعنى القطع، والتأكيد جاءت معنى كلمة فرض، حتى في الصلاة تقول هذا فرض وهذا سنة، يعني هذا مقطوع به قطعا عليك أن تعمله. فالفرضة كأنها شق في الأرض دخل فيه الخليج، وتدخل السفن كأنها العتاب، كأنها الدبا، كأنها الجراد. أمامكم هنا في هذه اللحظة صورة مركب من المراكب الشراعية التي كانت تستعمل في الخلجان، وتعبر المحيط الهندي وتمشي إلى أبعد الغايات، وهي تختلف عن القارب الذي يستعمل عندنا في النيل، المركب الذي يستعمل عندنا في السودان. النيل مع أن المادح يقول بحر النيل كباشين، بحر النيل الماء ينقاس كباشين الغلق الساس، والآن يقيسون النيل، يعرفون مقدار المسار فيه ومقدار الطن فيه، مع ذلك، مع هذا القول، النيل ليس عميقا عمق البحر. البحر أحيانا يصل زيادة عن كيلو في العمق، مش أحيانا، كثيرة. فلذلك المركب تحتاج إلى كلكل، والكلكل خشبة كأنها حد السيف داخل في الماء، ويكون المركب في جانبيه مرتفع، فهذا يحفظ كيانه، لأن الخشبة المتوغلة في الماء تحفظ توازن المركب، تحفظ توازن المركب في البحر، خصوصا إذا جاءت الرياح. والملاحون يلقون ثقلا من هذا الجانب ومن ذلك الجانب ليحفظوا التوازن، ومن أجل هذا تحتاج المركب إلى أضواع، جزء يسير من أول، من أعلى السفينة إلى أسفل السفينة إلى الجانب الآخر ليربط الألواح. نحن في السودان هنا لا نستعمل الأضلاع، لأن السفينة مسطحة، لأن البحر ليس عميقا، النيل ليس عميقا عمقا يتطلب منا أن نجعل لها كلكلا. فلذلك حتى المركب التي يستعملها صيادو الحوت، صيادو الحوت، الحوت يعني السمك، وهي اللغة المستعملة في السودان، وهي اللغة الفصيحة، كلمة فصيح، كلمة حوت أصح من سمك، ولكن الناس يخطئون الآن، يظنون أن كلمة سمك أصح من حوت، لأن بعض المعلمين استعمل كلمة حوت للعنبر، وهو السمكة الكبيرة، الحوت الكبيرة الموجودة في البحر، واسمها العنبر،
هذا الاسم الصحيح لها، وتسمى بالأفرنجية هويل، وهي حيوان ثدي كبير جدا، هو أكبر حيوان في الدنيا، أكبر من الفيل ولكنه بحري. فأنا ذكرت هذا بأن المركب في النيل مسطح وقد يكون واسعا جدا وله مظلة من فوقه تظل الناس إذا كانوا يسافرون بعيدا. المؤسف في هذا العصر الحاضر أن الناس لا يستعملون النهر، لأنهم استعاضوا عن النهر بشيء مكلف جدا وهو اللوري، لا يصنع في السودان ولا تصنع قطع الغيار منه في السودان، ولا توجد الطرق الصحيحة إلا في أماكن قليلة، وهذه الطرق الصحيحة إذا وجدت تحتاج إلى صيانة مكلفة للغاية، وإذا وقعت فيها حفر أتعبت الناس. هي مفيدة للغاية، ولكن هذا النيل مفيد أكثر منها، ووجود الشلالات في النيل لا تمنع أبدا من أن يستغل وأن توضع له حواجز، لا بغرض الري ولكن بغرض الملاحة، لترفع الماء وتسير السفن من مكان إلى آخر. السفينة التي أمامكم هذه لها كلكل، قال الجرير، قال وتقتل حوت البحر فيها الكلاكل، لأن حوت البحر يدخل في داخل البحر، وهو يصف سفن الحجاج. قال تضمنت الجنود وهي تطرد الحوت الصغار وتقتل الحوت الكبار، كأن جبال الثلج لما تفتحت أجلتها والكيد فيهن كامل، أي أشرع تبدو عليها كأنها الثلج الذي على رأس جبال لبنان. فهذه السهل بعضها كبير للغاية، ودائما لها هذا الكلكل الذي يدخل في داخل البحر، وتوجد خشبة في الطرف، خشبة عريضة لها فتحة ولها ستار لكي تستعمل لقضاء الحاجة. هذا هو المذكور في هذه السفن، وأنا عرضت هذه الصورة لأن هذه السفينة لا تصح أن يقال أن الإنسان أمسك بدفتها ودخل في المركب، أو وقع منها في الماء وأمسك بدفتها، لأن الدفة عالية ومائلة ولا يمكن أن تمسك. أما مركب النيل يمكن أن تقف على الدفة، يمكن أن تمسك بها وأن تدخل في النيل. ولذلك الوصف الذي جاء في سيرة ابن هشام وفي الأغاني للخصومة التي جرت بين عمرو بن العاص وابن عمه، وأحدهما أمسك، وهو عمرو، أمسك بالدفة ودخل، هذه ينبغي أنها كانت على نهر النيل أو على نهر يشبه النيل، ولكن لا يمكن أن تكون كانت في البحر. أنا ذكرت هذا بمعرض كلمة دبا. دبا أي جراد عتاب، والموصوف هو السفن مثل هذا النوع لكثرتها في داخل هذا الخليج، كأنها الجراد العتاب. وكانت توجد ميناء أخرى لها لعلها فتحة معارضة للبحر أكثر أو أكبر، وكانت تسمى دبي، أي دبا الصغيرة. الآن العكس، دبي هي الكبيرة ودبا صغيرة، لأنها للسفن كانت الشراعية، أما دبي فلها فتحة تدخل فيها السفن التي حولت إلى عابرات البحر بالبخار وبالمكنات الحديثة، بالآلات الحديثة، ويوجد أيضا فيها خلجان أكبر من ذلك للسفن الضخمة التي تسافر المحيطات الكبيرة وتسير بالآلات الحديثة. ودبي من أكبر المدن التجارية، المواني التجارية، ومن أجملها. فهذه هي التفرقة بين دبا ودبي
شرحتها لأن بمناسبة أني كنت ألقيت محاضرة فيها عن القصيدة، والآن نرجع إلى القصيدة. القصيدة التي ذكرتها في آخر كلامي على أنها صارت نموذجا للشعراء فيما بعد، هي قصيدة لمعاصر لامرئ القيس. امرؤ القيس كما قلت لكم جاء بالقصيدة كيف نبكي التي تعد أعظم قصيدة في الشعر العربي، لأنها تتفتح فيها الذكرى مثل الشريط السينمائي شيئا فشيئا، ويوجد دائما لفظ في آخر في جزء من القصيدة يذكر باللفظ الأول. تجد الحنظل في أول القصيدة، تجد الحنظل في آخر القصيدة، تجد الألفاظ تتكرر والأصوات تتكرر، حتى المنظر الخالي الذي في أول القصيدة يكون في آخر القصيدة، وهذا أمر ذكرته في المرة الماضية. قصيدة علقمة، قصيدة امرئ القيس، في ذكرى ملك، شخص كان ملكا أو كان شابا أميرا وتغيرت به الأحوال، ويتحدث عن أحوال الدهر، ولا نعرف على وجه الحقيقة متى نظم هذه القصيدة. هل نظمها لما كان يتنقل بين قبائل العرب بعد أن عجز أن ينال سر أبيه بالطريقة التي يريدها، أو صنع هذه القصيدة فيما بعد، أو صنع بعضها في زمان ماضي وضم إليها أشياء من بعد؟ وقد أنكر بعض الناس هذه القصيدة أنها منتحلة، وهو خطأ، لأن الأدلة القائمة كثيرة على أن امرؤ القيس فعلا ذهب إلى القسطنطينية، وغير التاريخ هذه القصيدة رويت رواية متنقلة، وقد سافر مع امرئ القيس جماعة من رواة الشعر ومن أحبائه، منهم عمرو بن قميئة المذكور في القصيدة، أرى أم عمرو في القصيدة الرائية، أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أجدر، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. ووصف في هذه القصيدة الخيل البربرية، وهي خيل غير العربية، خيل قوية. هذه الخيل البربرية ربما كانت تأتي من المغرب، وربما كانت تأتي من بلدنا هذا، لأنه كانت توجد تجارة في الخيل بين أرض دنقلة وبين بابل القديمة، بين أرض النيل وبين بابل القديمة، والخيل معروفة في مصر ومعروفة في أرض النيل، والخيل التي كانت ها هنا لعلها أصل الخيل العربية، وهذا باب آخر. المهم في الأمر أن شاعرا آخر عاصر امرأ القيس صنع قصيدة صارت نموذجا في القصائد التي نقول عليها بلغة الآن القصائد الرسمية. رسمية من أي ناحية؟ إذا كنت تذهب تريد غرضا بعينه. هذا الشاعر الآخر من شرق الجزيرة العربية، من قبيلة بني تميم، اسمه علقمة بن عبدة، العين مفتوحة، الباء مفتوحة، الدال مفتوحة. أنا أقف هذه الموقف لأنه يوجد شاعر آخر له قصيدة مشهورة جدا تمثل بأبيات منها أو ببيت منها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والشاعر الآخر عاش حتى شهد الإسلام وأسلم، واسمه عبده ابن الطبيب، عين مفتوحة، باء ساكنة، دال مفتوحة، فلا تخلط بينهما، عبده ابن الطبيب وعلقمة ابن عبدة. علقمة هذا كان معاصرا لامرئ القيس، وكان زميلا له، منافسا له، وأحيانا كان لعله كان صاحبا له في بعض الأحيان، وهذا أغلب في الزمان الذي كان فيه امرؤ القيس لم يرث الملك.
وكانت لامرئ القيس زوجة يقال لها أم جندب أو أم جندب، وأم جندب يعني أم جندب، جندب اسم من أسماء العرب، تسمي الولد جندب لأنه تريد أنه يحتمل الحر كما يحتمله الجندب ويستطيع أن يسافر في الصحراء. فأمرؤ القيس هذا حتما هذا الشعر حدث أيام الشباب، تنافس أيهما أوصف للخيل. وإذا أنصفنا نحن من هذا الزمن المتأخر لا شك أن امرأ القيس كان أوصف للخيل، ونظم قصيدة، والقصيدة فيها تشابه كثير، ولكن قصيدة امرئ القيس صارت أكثر فيما بعد. قصيدة امرئ القيس تبتدئ ب خليلي مرابي على أم جندبي لنقضي حاجات الفؤاد المعذب، وقصيدة علقمة ذهبت من الهجران في كل مذهب، هذا أولها، ووصف الحصان. أم جندب فضلت قصيدة علقمة، وأم جندب حكمها صائب من ناحية وصف الخيل فقط، لأن الخيل أحسن ما يطلب منه أن يكون سريعا وأن يأتي فائزا في الحلبة. فأمرؤ القيس وصف حصانه الذي يخرج به للصيد للغزو، ووصفه وصفا دقيقا، ولكن وصف أنه يضربه بالصوت، وأنه يضربه يهزه بساقه، وهذا فعلا يحدث من الراكب الذي يعلم الخيل. لكن علقمة أراد أن يفضل حصانه فقال أدركهن ثانيا من عنانه، أي لا يلمس ولا يضرب ولا يحرك بساق، يفوز من دون تعب. فأم جندب حكمت أن هذا الحصان أجود من الحصان الآخر، ومعها حق وإن كان علقمة كذب، ولعله أصاب. المهم أن امرؤ القيس لم يرضى بهذا. امرؤ القيس له حق لأنه وصف القصيدة، وصف فيها أشياء كثيرة، وصف فيها المعسكر للصيد أنهم يرفعون وأوتاده مازية وعماده أظن قضاعية فيها أسنة قعظم، أي الدرع الخيمة التي لم يجدوا لها وتد، فجعلوا الدروس الدروع وتدا لها، وجعلوا الرماح عمادا لها، ووصف أوصاف كثيرة، ووصف أنهم لما جلسوا كيف جلسوا، كيف أضافوا ظهورهم إلى السروج. فالقصيدة جميلة في وصف الرحلة، ولكن علقمة ركز على وصف الخيل، وامرؤ القيس غضب من زوجته وطلقها، ولم يتردد علقمة فتزوجها من بعده، فسمي علقمة الفحل. واخترعت قصة في المنافسة بينهما في هذا المضمار تدخل في باب القصص والسمر ولا تدخل في باب المفاضلة الشعرية. وأذكر بعض الأدباء طلبوا من سيدة فضلة من أديبات مصر أن تحكم في أمر من الأمور، فقالت لهم لا أكون بينكم أم جندب. فهذا ذكرناه بمناسبة أن علقمة صنع قصيدة صارت نموذجا. أنا ذكرت لكم السبب، السبب هو أنه قامت حرب، نشبت حرب بين ملوك العراق في ذلك ملوك الحيرة وملوك جلق، بين الغساسنة في الشام وبين المنازرة في طرف العراق، والحرب عرفت بعين أباغ، كانت في سنة 29 و500 للميلاد، أظن في أيام الملك يوستينيان الروماني، وكسرى أحد الأكاسرة لا أذكر أيهم في من الساسانيين، وانتصر الملك الغساني الحارس الغساني
على ملك المناذرة، وقتل ملك المناذرة، وأسر جماعة من بني تميم فيهم شأس ابن عبدة وهو أخو علقمة. فسافر علقمة من شرق الجزيرة العربية الجنوبي إلى الشام، ووصف الرحلة قال: هداني إليك الفرقداني، ولاحب له فوق أصواء المتان علوب، بها جيف الحسرة، فأما عظامها فبيض، وأما جلدها فصليب، ترادى على دمن الحياض، فإن أبت فإن المندى رحلة فركوب. إلى الحارث الوهابي أعملت ناقتي بكلكلها والقصريين وجيب. وصف الرحلة، وصف المنظر الرهيب للعظام الملقاة في الطريق وللجلود التي في الطريق، ثم وصف الحرب، ووصف أشياء نادرة في الحرب، وصف المتقاتلين، قال: كأنهم صابت عليهم سحابة رغى فوقهم سقف السماء، فداحض بشكته لم يستلب وسليب، كأنهم صابت عليهم سحابة صواعقها لطيرهن دبيب، رغى فوقهم سقب السماء. سقب السماء معناها جمل السماء، السقب هو ولد الناقة الصغير، فرغى معناها كولك. وهنا إشارة إلى قصة معروفة، وهي قصة ثمود. ثمود لما دعا عليهم النبي صالح أن يتبعوه وأمرهم أن لا يقتلوا الناقة، والآيات التي ورد فيها ذكر الناقة فيها إرشاد للناس، لأنها تبين أن الحيوان له حق في الماء، وأن الناس لهم حق في الماء، وأن كل نفس حي له حق في الماء. ولكم شرب، ولكم لا 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 شرب، ولكم شرب يوم معلوم يذكر. فعقروها، هم عقروا، فإذ انبعث أشقاها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فزواها ولا يخاف عقباها. هي يشير إلى هذه الناقة، وهذا قبل الإسلام، لأن قصة ثمود، أخبار ثمود وطسم وجديس والعرب الأولين كانت متداولة بين الناس. فالإشارة بالمناسبة في الشعر القديم للأحداث كانت معروفة عند العرب. وهذه الفترة التي نظم فيها علقمة وامرؤ القيس من أزهر الفترات في تاريخ الأدب في العالم، لأنها هي الفترة التي كان فيها أدب منير في العالم لا يوجد مثله قط في أي مكان. ولذلك كان العرب كأن الله يمهل لهم السبيل ليقودوا الناس. ففي هذه الفترة، لذلك الأفرنج والمؤرخون المستشرقون وأعداء الإسلام عامة يريدون أن ينكروا الشعر الجاهلي، لأنهم يتعجبون كيف استطاع هؤلاء القوم الجهلة أن يجيئوا بمثل هذا الكلام. والحق أن كلمة جهلة هنا غلط، لأن طرق التعليم تختلف، ونحن الآن نعيش في فترة ستتغير فيها أساليب التعليم. الآن مثلا نسمع من المذياع، نسمع من التلفزة، نسمع من الكاسيت، من شرائط، ومن شرائط صغيرة. فبعد قليل الكتاب سيوضع في شريط، ونرجع نعتمد على المسموع وعلى المرئي أكثر من اعتمادنا على الكتاب. وفي الزمان الماضي كان الناس اعتمادهم على الحفظ وعلى التلقي وعلى الرواية، وكان الشعر يحفظونه، يعدون كلماته ثم يتغنون به. فإذا نسي الإنسان الكلمة في البيت تذكر وزن الكلام، فجاء بكلمة تسد الوزن حتى يتذكر الكلمة التي تساوي الوزن. ومع هذا كانوا يعدون الكلام ليتأكدوا من الربط بين الوزن وبين الألفاظ وبين المروي. ولذلك الجاحظ قال:
الشعر فيه هذا الشيء المعجز وهو الوزن والإيقاع، ولذلك حفظ العرب به كثيرا. وحتى بعد أن تعلموا الكتابة كان الكتاب يكلف الثمن، فالإنسان صار يعتمد على ذاكرته أكثر من الكتاب، ولذلك جعلوا يحفظون الأراجيز في العلم. وهذا الأمر فعله قبلهم اليونان، أو فعلوهم قبل اليونان، لأن الكنعانيين والإسرائيليين من القبائل العربية، وسبقوا اليهود وسبقوا الرومان، وهذه كانت طريقتهم. لكن العرب أتقنوا فن الحفظ والتلقي والرواية، وظلوا يعملون به حتى جاء العصر الحديث، فتصدى لهم بعض النقاد وقال لهم إن الحفظ يقتل ملكة النقد، فتركوا الحفظ، ففقدوا الحفظ وفقدوا ملكة النقد وفقدوا العلم، وهذا مؤسف. فينبغي أن يعيد الناس النظر في طرق التعليم التي كانوا يتعلمون بها. نرجع مرة أخرى إلى أن قصيدة علقمة هذه التي بدأها بالنسيب، النسيب المناسب للغرض لأنه يتكلم عن طلب شيء لا ينال، وختمها بذكر الغرض، ابتدأت تصنع قصائد كثيرة فيما بعد تقدم مقدمات تمهيدية كأنها تقطيع الموسيقى وتخلص من بعد إلى الغرض. هذا يوجد في المعلقات، ذكرت منه أن معلق الزهير من أعقد المعلقات، ولكنها مع تعقدها وصلت إلى الغرض وهو الحكمة والصلح، وذكرته في آخر القصيدة. معلقة لبيد يريد أن يفتخر بقبيلته، ذكر أشياء مختلفة من الوصف سنعرض لها إن شاء الله في المستقبل، وختم القصيدة بمدح قبيلته وبمكانتها. إنا إذا التقت المجامع لم يزل منا لزاز عظيمة جشامها، ومقسم يعطي العشيرة حقها، ومقدمر لحقوقها هضامها، فضلا وذو كرم يعين على الندى، سمح كسيب كسوب رغائب جشامها، من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بينها علامها. نفس النهاية جاءت عند عمرو بن كلثوم، قال: وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا، إلى آخر القصيدة المعلقة. عنتر بن شداد لما تحداه الناس في الأمر أراد أن يقول لهم: أنا حاميكم في الحرب. فما هذا لهذا بنسيب يدل على آخر القصيدة. ثم جعل خاتم القصيدة أنه: لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون، كررت غير مذمم يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الكفوارس ويك عنترة أقدمي، ما زلت أرميهم بثغرة نحره. عنترة وصف في هذه القصيدة أنه في آخر القصيدة أنه هو القائد، أنه هو لم يقدم أول الأمر لأن المكان ضيق وجاءوا يتذامرون، وهم من ورائه يقولون له أقدم وهو لا يريد أن يقدم. لما رأى فرصة الإقدام أقدم واتبعه الناس. وصف في هذه المعركة أنه يعرف الحرب، يعرف متى يقدم، يعرف متى يحجم، يعرف عندما يقدم أنه يضرب مثلا لمن خلفه ويقتدون به. وهي من هذا الباب من أجود قصائد العرب في الجاهلية وفي كل الأوقات. ومن عجيب الأمر أن السود في أجزاء العالم يفتخرون بها، لأن أسود ابتدأ يقود الناس فيها ويفتخر عليهم بها، وهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.